باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. تفضلوا رجاءً. سيادة المطران ويليام الشوملي، النائب البطريركي لغاية الآن في عمان، أخوتي الكهنة أبونا سامر مدانات، أبونا إبراهيم نفاع سويرتير سيادة المطران والمطرانية، أبونا المساعد أبونا سليمان، حيثما الأسقف هناك الكنيسة، أي حيثما وجد الأسقف ليحتفل بالذبيحة فهناك الكنيسة، أي تتجلى الكنيسة بحقيقتها ومعانيها اللاهوتية الكاملة المتجسدة في جماعة المؤمنين ومن حوله الكهنة. اليوم سيدنا نريد أن نحتفل بهذه الذبيحة الإلهية في هذه الرعية ذات التاريخ العريق والرعية الأمينة في محبتها وفي خدمتها وفي عطائها وبذلها للكنيسة وللكهنة الذين يخدمون. نصلي معك سيدنا من أجلهم ومن أجل هذه الرعية لكي يستمر هذا العطاء وهذا الحب وهذا البذل على مثال سيد المسيح الذي أوصانا بهذه الوصية بالعطاء والبذل. أهلا وسهلا سيدنا. والآن أيها الإخوة والأخوات، لنندم على خطايانا في بداية هذه الذبيحة الإلهية التي أقدمها عن نية كهنتنا وأيضاً عن نيتكم جميعاً الحاضرين منكم والغائبين، كي يحفظكم الله من كل الشرور والأمراض والأوبئة. أنا أعترف لله القادر على كل شيء، ولكم أيها الإخوة أني خطئت كثيراً بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة جداً. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب إلهنا. رحمنا الرب القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. Jesus.
لنصلي. اللهم الذي تشد قلوب المؤمنين إلى إرادة واحدة، أنعم علينا بأن نحب وصاياك وننتظر بشوق ما وعدتنا إياه، فنتخطى تقلبات هذا الدهر ونصبو إلى حيث الأفراح الحقيقية بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور، آمين. قراءة من سفر يشوع. في تلك الأيام جمع يشوع جميع أسباط إسرائيل في شكيم، واستدعى شيوخ إسرائيل ورؤساءهم وقضاتهم وعرفاءهم، فتمثلوا أمام الرب. فقال يشوع لجميع الشعب: إن كان يسوءكم أن تعبدوا الرب، فاختاروا لكم اليوم من تعبدون، إما الآلهة التي عبدها آباؤكم في عبر النهر، أو آلهة الأموريين الذين أنتم مقيمون بأرضهم، أما أنا وبيتي فنعبد الرب. فأجاب الشعب وقالوا: حاشا لنا أن نترك الرب ونعبد آلهة غريبة، لأن الرب إلهنا هو الذي أخرجنا نحن وآباءنا من أرض مصر، من دار العبودية، الذي صنع على عيوننا تلك الآيات العظيمة وحفظنا في جميع الطرق التي سلكناها وبين جميع الشعوب الذين عبرنا فيما بينهم. فنحن أيضاً نعبد الرب لأنه إلهنا. كلام الرب. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. أيها الإخوة، ليخضع بعضكم لبعض بتقوى المسيح. أيتها النساء،
اخضعنا لأزواجكن خضوعكن للرب، لأن الرجل رأس المرأة، كما أن المسيح رأس الكنيسة التي هي جسده وهو مخلصها. وكما تخضع الكنيسة للمسيح، فلتخضع النساء لأزواجهن في كل شيء. أيها الرجال، أحبوا نساءكم كما أحب المسيح الكنيسة، وجاد بنفسه من أجلها ليقدسها مطهراً إياها بماء يغسلها وبالكلمة، فيزفها إلى نفسه كنيسة سنية لا دنس فيها ولا تغضن ولا ما أشبه ذلك، بل مقدسة بلا عيب. وكذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم حبهم لأجسادهم، من أحب امرأته أحب نفسه، فما أبغض أحد جسده قط، بل يغذيه ويعنى به شأن المسيح بالكنيسة، فنحن أعضاء جسده. ولذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلزم امرأته، فيصير الاثنان جسداً واحداً. إن هذا السر لعظيم، وإني أعني به سر المسيح والكنيسة، فكذلك أنتم أيضاً فليحبب كل منكم امرأته حبه لنفسه، ولتوقر المرأة زوجها. كلام الرب. القديس يوحنا الإنجيل الباشي. المجد لك يا رب، المجد لك. في ذلك الزمان قال كثير من تلاميذه لما سمعوه: هذا كلام عسير،
من يطيق سماعه؟ فعلم يسوع في نفسه أن تلاميذه يتذمرون من ذلك، فقال لهم: أهذا حجر عثرة لكم؟ فكيف لو رأيتم ابن الإنسان يصعد إلى حيث كان قبلاً؟ إن الروح هو الذي يحيي، وأما الجسد فلا يجدي نفعاً. والكلام الذي كلمتكم به روح وحياة، ولكن فيكم من لا يؤمنون. ذلك بأن يسوع كان يعلم منذ بدء الأمر من الذين لا يؤمنون ومن الذي سيسلمه. ثم قال: ولذلك قلت لكم، ما من أحد يستطيع أن يقبل إلي إلا بهبة من الآب. فارتد عندئذٍ كثير من تلاميذه وانقطعوا عن السير معه. فقال يسوع للاثني عشر: أفلا تريدون أن تذهبوا أنتم أيضا؟ أجابه سمعان بطرس: يا رب، إلى من نذهب وكلام الحياة الأبدية عندك؟ ونحن آمنا وعرفنا أنك قدوس الله. أجابهم يسوع: أما أنا اخترتكم أنتم الاثني عشر، ومع ذلك فواحد منكم شيطان. وأراد به يهوذا بن سمعان الإسخريوطي، فهو الذي سيسلمه، مع أنه أحد الاثني عشر. حقاً والسلام لجميعكم كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، بداية أريد أن أحيي كهنتنا الأعزاء الأب بطرس، الأب سامر، الأب إبراهيم، الأب سليمان، كما أحيي الأخوات الراهبات ومجلس الرعية وجميع الفعاليات النشطة في رعية القديس بولس في الجبيهة، هذه الرعية التي نفتخر بها وبكنيستها وبشعبها المؤمن. اسمحوا لي أن أفسر آية واحدة من الإنجيل الذي تلي على مسامعنا قبل قليل: إلى من نذهب يا رب وعندك كلام الحياة الأبدية؟ إلى من نذهب يا رب وعندك كلام الحياة الأبدية؟ كان يسوع يكلم الجموع عن ملكوت الله، وبالرغم من بساطة أسلوبه إلا أن كان لكلامه جاذبية مميزة. يسوع كان جذاباً، وإلا كيف تتبعه الجماهير الغفيرة؟ وكانوا يتأثرون بتعاليمه، لأنه كان يعلم كمن له سلطان لا مثل كتبتهم. يسوع ما كانش له صفة رسمية مثل الكتبة والفريسيين والكهنة والصدوقيين، إنما كان له سلطان أعطي له من فوق، من عند الآب السماوي.
لقد كلم يسوع الجموع عن الآب والملكوت بكلام صريح بأمثال وبدون أمثال، جذبهم بكلامه حتى لو لم يفهموه دائما. بعض مرات كان يقول عن كلامه إن هذا كلام صعب من يقدر أن يسمعه. بهذا علق بعض التلاميذ عندما كلمهم يسوع عن خبز الحياة، خطاب خبز الحياة اللي سمعناه في الأحاد السابقة، لم يتقبلوا كيف يسوع يقول أنا خبز الحياة، من أكل من هذا الخبز يحيا للأبد. وأراد بعض تلاميذه أن ينسحبوا لأنهم لم يعودوا يحتملون كلامه الصعب، فسألهم يسوع أتريدون أنتم أيضاً أن تذهبوا؟ اللي بده يتبع يسوع بده يتبعه بحرية، فيش واحد ملزم يتبع يسوع، نحن أحرار، لكن إذا تبعناه لنا كلام الحياة الأبدية. لذلك سألهم يسوع أتريدون أيضاً أن تمضوا؟ فأجاب بطرس الذي كان من أكثر الرسل تعلقاً وحباً بالمعلم والذي انجذب إلى كلماته منذ البداية، قال له إلى من نذهب يا رب وعندك كلام الحياة الأبدية. وهذا لسان حالنا اليوم، كل واحد في قلبه الآن يقول كما قال بطرس إلى من أذهب يا رب، بالمفرد إلى من أذهب يا رب وعندك كلام الحياة الأبدية. نعم، نجد في كلام يسوع من العمق والكثافة ما لا نجده عند الشعراء والفلاسفة والعلماء. هم لا يعطون كلام الحياة الأبدية مثل يسوع. يحتوي كلامه ملء الحياة اللامتناهية. كلامه هو حياة الله نفسها. يسوع قام من بين الأموات، هو حي بيننا وحي بكلامه، وكلامه ليس مجرد ذكرى ماضية حتى وإن قالها في الماضي، بل هي موجهة لنا منه شخصياً الآن. فعندما نسمع كلام الإنجيل إنما يسوع يكلمنا الآن في الحاضر، بينما هو جالس عن يمين الآب في السماء هو يكلمنا على الأرض. هذا ما نؤمن به كل أحد. يخبرنا القديس باسيليوس الكبير أحد أباء الكنيسة، صحوت يوماً من نوم عميق وتأملت نور الحقيقة الإنجيلية، واكتشفت كم هي فارغة وباطلة حكمة عظماء العالم. أما القديسة تيريزيا الصغيرة فقد كتبت في إحدى رسائلها، عندما أقرأ بعض المقالات الروحية ينتابني التعب، فأغلق الكتاب الذي يوجع رأسي ويجفف قلبي وأتناول الكتاب المقدس الإنجيل. حين ذاك تقول القديسة يغمر النور كل شيء، ويكفي كلمة واحدة من الكتاب المقدس لتفتح أمامي أفاقاً لا متناهية، ويبدو لي آنذاك أن الكمال هو سهل المنال. نعم، إن الكلام الإلهي يروي عقلنا وضميرنا وروحنا العطشة إلى الله. كلام الله لا ينير أفكارنا فقط، بل كل كياننا، لأن كلام الله هو نور ومحبة وحياة. كلام الله فعال، يعني ما يقول ويقول ما يعني، ويمنحنا السلام الذي يعدنا به الرب، أعطيكم سلامي. إذا كنتم متوترين يوماً، وهذا يحدث أحياناً، نتوتر بسبب الأحداث، الأشخاص، الظروف، الحل مش نأخذ حبة بنادول، الحب نفتح الكتاب المقدس ونقرأ بعض الآيات، والآية اللي بترسخ في ذهننا نحفظها، لأن كلام الله يعطينا السكينة
والسلام وهدوء النفس. نعم، إلى من نذهب يا رب وعندك كلام الحياة الأبدية؟ لذلك يجب أن تولد فينا محبة شغوفة لكلمة الله، فنستقبلها بانتباه عندما نسمعها تعلن في الكنيسة. الواقع أنا لاحظت بينما كان الكاهن يقرأ الإنجيل كلكم كنتوا منتبهين انتباه مميز لكلمة الله، الكل حاولت أنتبه، كانت أنظاركم شاخصة إلى المنبر، وهذا جميل، لأنه عندما نسمع كلمة الله فيسوع نفسه هو الذي يكلمنا الآن في الحاضر. ويقول لنا القديس يعقوب: كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين فقط، وإلا كنتم تخدعون أنفسكم. مطلوب منا نسمع وأن نعمل وفقاً لما سمعنا. يا ريت كل أسبوع نحفظ آية وتكون غذانا خلال الأسبوع. مثلاً أقترح عليكم الأسبوع هذا الآية اللي بدها تشغل بالنا نعيدها، نكررها، نتمثلها، نعيش منها. إلى من نذهب يا رب وعندك كلام الحياة الأبدية. آية بسيطة، لكن عندما نؤمن بها ونتغذى منها فإن حياتنا تتغير تدريجياً، تصبح هذه الآية كقطرة من قطرات السماء تروي نفسنا العطشة إلى الله. إخوتي وأخواتي، في هذا اليوم نريد أن نودع كاهناً فاضلاً وأن نستقبل أيضاً كاهناً فاضلاً، ونتساءل: ماذا يعمل الكاهن في الرعية؟ ما هي مهمته الأساسية؟ بدون شك مهمة الكاهن الأساسية هي تعليمنا كلام يسوع. إذا نجح الكاهن في شرح كلام يسوع بشكل مبسط بحيث نعيش ونتغذى على هذا الكلام فإنه نعتبره قد نجح نجاحاً باهراً. وللعظة الأسبوعية في حياة الكاهن وحياة الرعية مكانة مميزة. الكاهن أيضاً يمنح الأسرار السبعة باسم يسوع، هو الذي يمنح أطفالنا العماد، والذي يغفر خطايانا باسم المسيح والكنيسة عندما نتقدم من سر المصالحة، هو الذي يعطي مسحة المرضى لمرضانا، هو الذي يشهد على الرباط الزوجي. للكاهن دور مهم في حياة الرعية. نحن نودع اليوم الأب بطرس الذي تعب كثيراً وأحبته الرعية بسبب اهتمامه الروحي بها، وكان له تعب كبير في إكمال بناء هذه الكنيسة، وهو يستحق كل احترامنا ومحبتنا. احنا بنعرف عن المزبطة اللي وقعتوها وطلبتوا ابقائه، احتفظنا فيها وقرناها، كل احترام. لكن احتجنا أبونا بطرس في السمينير، يعني من تحت إيده رح يتخرج كهنة المستقبل، وهذه مهمة ليست بالقليلة. مشان هيك احنا أخذناه من مكان مهم لمكان مهم أيضا لكي ينشئ كهنة المستقبل بكلامه ومثاله الصالح. ونستقبل أيضا الأب سامر مدنات، ربما البعض يعرفه والبعض لا يعرفه. أبونا سامر يأتي إليكم وهو مليء بالحماس. أبونا سامر درس روحانيات، تخصص في الروحانيات، وهو مستعد لأن يواصل الرسالة التي بدأها
الكهنة الذين خدموا بإخلاص وحب في هذه الرعية المباركة، وهو يواصل رسالة الأب بطرس هنا. والآن وتعبيراً عن انتقال المسؤولية والسلطة من كاهن إلى آخر، سيقوم الأب بطرس بتسليم العهدة اللي كانت بإيده، مفتاح بيت القربان والإنجيل المقدس، وبدوري أسلم العهدة والأبانة والأمانة باسم الكنيسة إلى خلفه الأب سامر، وخير خلف لخير سلف. والآن نعبر عن إيماننا بالآب الواحد الذي هو مصدرنا وإليه نعود. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إلى حق من إلى حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، وتألم ومات وقبر وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي، آمين. أيها الإخوة الأحباء، لنبتهل إلى الله الآب القادر على كل شيء، الذي جمعنا بالروح القدس كي يفيض علينا أجمعين مراحمه ونعمه السماوية بابنه الوحيد ربنا يسوع المسيح. أن يحفظ إلهنا القدير حبرنا الأعظم البابا فرانسيس وبطريركنا بير باتيستا وأسقفنا ويليام وكهنة هذه الرعية وسائر الكليروس والشعب المؤمن بأسره، ويعضد رسل الإنجيل بقوة من العلا فيحملوا اسم المسيح فيعيشوا تكريسهم على مثال الراعي الصالح. إلى الرب نطلب استجب يا رب. أن يعضد إلهنا القدير سلطات العالم الحاكمة وينعم على بلدنا الأردن بالأمن والسلام في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، فتزدهر بلادنا بالعدل والمحبة والسلام. إلى الرب نطلب استجب يا رب. أن يبارك إلهنا القدير رعيتنا ويضيء بوجهه عليها، فنجتمع بقلب واحد في بيت الله هذا فرحين، فتكون كنيستنا بيت صلاة وبابا إلى السماء. إلى الرب نطلب استجب يا رب. أن يزيل إلهنا القدير من العالم كل ألم وشر وضلال ووباء،
ويمنح الجياع خبزاً والمتعطلين عملاً والمرضى شفاءً والمتخاصمين سلاماً، المنازعين ميتة صالحة، ويمن علينا أجمعين بالسلام والطمأنينة. إلى الرب نطلب استجب يا رب. من أجل أن تشمل أم المسيح وأمنا رعيتنا وكهنتنا بحنانها وعطفها، ونتخذ من سيرتها قدوة ومثالا، فنعيش على حب المسيح ووصاياه. إلى الرب نطلب استجب يا رب. اللهم ملجأنا وقوتنا يا مصدر العطف والحنان، التفت إلى تضرعات كنيستك لكي ننال حقا ما طلبناه واثقين بالمسيح ربنا. آمين.
صلوا أيها الإخوة والأخوات إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. اللهم الذي تشد قلوب المؤمنين إلى إرادة واحدة، أنعم علينا بأن نحب وصاياك وننتظر بشوق ما وعدتنا إياه، فنتخطى تقلبات هذا الدهر ونصب إلى حيث الأفراح الحقيقية، بربنا يسوع المسيح ابنك الحي المالك إلى دهر الدهور. الرب معكم، لنرفع قلوبنا إلى العلا، لنشكر الرب إلهنا. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي. إننا بك نحيا ونتحرك ونوجد، وما دمنا نرتدي جسدنا هذا الوضيع نختبر كل يوم دلائل رأفتك ونملك عرابين الأبدية. ففينا باكورة الروح الذي به بعثت يسوع من بين الموتى، والذي به نرجو بلوغ الفصح الدائم في الملكوت. لذلك إننا نسبحك يا رب ومع الملائكة أجمعين نعظم آياتك هاتفين. إنك لقدوس أيها الآب ينبوع كل قداسة، فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا. فهو حينما أسلم نفسه للآلام طوعا أخذ خبزا وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان، كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك إلى أن تأتي يا رب. لذلك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه
كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم اذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها، بلغها كمال المحبة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس، بطريركنا بيير باتيستا بيتسابالا، أسقفنا ويليام الحاضر ها هنا، وسائل كليروس، وجميع أبناء هذه الرعية الحاضرين هنا والغائبين. أذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين إلى رحمتك، اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي. وإياك نسأل أيضاً أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله، ومع القديس يوسف خطيب العفيف، ومع الرسل الأطهار وجميع القديسين، والقديس بولس الرسول الذين أرضوك جيلاً بعد جيل، فنسبحك ونمجدك للأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. آمين. وإننا امتثالاً لوصية المخلص واستناداً إلى تعليمه الإلهي نجسر فنرنم هاتفين. تعطف وامنح السلام في أيامنا، واعددنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة، لنامنا كل اضطراب نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأن أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك السلام أستودعكم سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل لإيمان كنيستك، وتنازل وأوله الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. ليكن سلام الرب معكم دائما ومع روحك أيضا. لنتبادل سلام المسيح بانحناء. سلام. Mi serere nobis.
هو ذا حمل الله، هو ذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقاً أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي. Christi, salva me, salvis Christi.
صلي. أفض علينا يا رب ملء مراحمك الشافية، ارأف بنا وشدد عزائمنا كي نرضيك في كل عمل من أعمالنا، بالمسيح ربنا، آمين. تفضلوا الجلوس. في نهاية هذا الاحتفال المقدس نشكر الله معكم على كل نعمة صالحة وهبة كاملة يمنحنا إياها جميعا من لدنه، باسم الكهنة الحاضرين وباسم الأخوات الراهبات وكافة المسؤولين والمشتركين في الفعاليات الرعوية المختلفة وجميع أبناء هذه الرعية الكرام، نشكر سيادة المطران ويليام الشوملي جزيل الوقار على ترأسه هذا الاحتفال البهيج، ممتنين كل الامتنان على سنوات خدمتكم الأسقفية في الأبرشيتنا، حيث كنتم الراعي الصالح الذي حمل على كتفيه مسؤولية هذه الأبرشية في فرحها وحزنها، وتزودت طول هذه الأعوام بسكينة خدمتكم وحكمتكم، واتقدت طاقة وعزما من إيمانكم الذي يعكس صورة المسيح الحي. نصلي من أجلكم لكي يمنحكم الله نعمه وبركته في رسالتكم وخدمتكم الجديدة في الأراضي المقدسة أورشليم. نحن على يقين بأن سيادتكم
سوف تذكروننا في صلاتكم، فإن القلب الكبير لا يزداد إلا اتساعاً بالحب والعطاء. سيدنا الله معك في رسالتك الجديدة، وابنة مريم العذراء تحميك. كاهن رعيتنا قدس الأب بطرس حجازين، يعجز اللسان عن وصف محبتك وعطائك لهذه الرعية، فكنت قريباً من جميع أبنائها وعائلتها بمتابعتك الدائمة وزيارتك الرعوية المستمرة. ولما أبونا كان يزورنا ببيوتنا وبعائلاتنا كان يطلب دائماً، عاملين قلاية بندورة؟ كيف ننسى جهودك في إتمام مشروع هذه الكنيسة الذي بدأ من سنوات سابقة مع كهنة الرعية الذين توالوا على خدمة هذه الرعية، فقد تابعت وأشرفت بدقة على كل التفاصيل لإنجاح وإتمام هذا البيت المقدس في قلب كل فرد من أبناء هذه الرعية وأخواتنا الراهبات العزيزات وكافة فعالياتها وإدارة المدرسة وجميع العاملين فيها. تحية امتنان تلفها هالة إلهام من محبتك وخدمتك الرعوية التي دامت مدة 3 أعوام. نطلب من الله أن يمنحك كل حكمة ومشورة لكي تساهم في خدمتك الجديدة في المعهد الكليريكي بيت جالة، في تنشئة الدعوات ليكونوا رعاة صالحين على صورة المسيح الكاهن في خدمتهم وتكريسهم. الله معاك أبونا، وبقلبنا دائماً ذكراك الحلوة. كما وترحب رعية القديس بولس الرسول جبيها بكاهنها الجديد قدس الأب سامر مدنات، الذي ولد في 19 كانون الثاني عام 1976 في عمان. التحق بالكليريكية الصغرى في بيت جالة عام 1990، سيما كاهناً في 21 حزيران 2001 في كنيسة قلب يسوع الأقدس لاع العلي. عين سنة 2001 كاهناً مساعداً لرعية المصدار، وفي 2003 عين مساعداً لسنة الروحانيات في المعهد الكليريكي بيت جالة، في 2005 مدير للإكليريكية الصغرى ومسؤولاً عن الدعوات في الأبرشية، في 2007 كاهناً لرعية الكرك، في 2009 أميناً عاماً لمجلس الكهنة في الأردن، 2011 تم تعيينه مسؤولاً عن سنة الروحانيات في المعهد الكليريكي. من 2013 ل 2015 درس الماجستير في باريس في الجامعة اليسوعية في اللاهوت الروحاني، وتخصص في الرياضات الروحية الأغناطية. في 2015 من جديد عين في المعهد الكليريكي مسؤولاً عن سنة الروحانيات وعن الدعوات من جديد في الأبرشية. في سنة 2017 كاهناً لرعية أدر، وفي سنة 2021 عامنا انتخب عضواً
في مجلس الكهنة في الأردن، وتم تعيينه مرشداً روحياً للتنشئة المستمرة للكهنة الشباب في الأبرشية جمعاء، وعين مستشاراً خاصاً لغبطة البطريرك بيير باتيستا بيتسابالا. والآن يا أبونا أوكلت إليك هذه الرعية، وأنا إلى جانبك ككاهن مساعد أضع استعداد الكامل لنقوم بخدمتها. فأهلاً وسهلاً بك في رعيتك الجديدة، نصلي معك ومن أجلك كي يبارك الرب خدمتك فتكون على مثال القديسين بطرس وبولس، شاهداً لرسالة الإنجيل وسر الكهنوت المقدس. أهلاً وسهلاً أبونا. أشكركم جميعاً على مشاركتكم في هذا القداس الاحتفال المهيب. فأهلاً وسهلاً بسعادة النائب عمر النبر المحترم، وأهلاً وسهلاً بالدكتورة باسمة السمعان. ولابد أيضاً من شكر جميع من ساهموا في تحضير هذا الاحتفال، والشكر مواصل لمركز الكاثوليكي للدراسات والإعلام موقع أبونا، وفضائية نور سات في التغطية والبث الاحتفال المقدس. كما ونرجو من الجميع بعد نهاية الاحتفال وأخذ البركة من سيادة المطران البقاء في أماكننا حتى يتسنى للموكب الخروج من الكنيسة، وسوف يتوجه سيادة المطران والكهنة إلى ساحة الكنيسة لتلقي التهاني. ونرجو أن تكون التحية بالانحناء وعدم السلام والتقبيل حفاظاً على السلامة العامة. والآن وباسمكم جميعاً تقدم الرعية لسيادة المطران ويليام الشوملي جزيل الوقار، ولقدس الأب بطرس حجازين جزيل الاحترام، هدية رمزية عربون محبة وتقدير لجهودكم وخدمتكم، وهي بدلة كهنوتية باللون الأخضر ودرعا تذكاريا. تفضلوا مشكورين. أقسم البركة الختامية. لطفاً وقوف. الرب معكم ومع روحك أيضاً. بشفاعة سيدتنا مريم العذراء الكلية القداسة والقديس بولس شفيع هذه الكنيسة، بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدوس. آمين. لا. اذهبوا بسلام المسيح. الشكر لله.